وللمزيد بينضم إلينا من باريس السيد علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب والباحث السياسي. أهلا بك ومرحبا. يعني مع بدء الدورة 78 للأمم المتحدة هناك عدد من الملفات التي ستكون حاضرة وبقوة على منبر الأمم المتحدة. يعني سيد علي في البداية، ما هي أهم الملفات التي سيتم طرحها والأولويات التي ستعطيها الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الدورة بالتحديد؟ صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. فعلا هناك عدة ملفات مطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، يعني تتنقل بين الأوضاع الحياتية والتغير المناخ والقضايا السياسية. كان من أبرز الملفات التي تم تداولها في اليومين الأخيرين مسألة المناخ والقوة المستدامة، وأيضا تم أيضا اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل معالجة ملف القضية الفلسطينية. إذن هناك ملفات ساخنة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي عبر الممثل السياسي الخارجي سيد بوريل أعلن أن علينا أن نغير من سياستنا بالاعتماد على الطاقة المستدامة من جهة، وأيضا لمعالجة مشاكل التغير المناخي التي تؤدي إلى كوارث كثيرة، منها الحرائق والزلازل والتسونامي وغيره. وهون بدأت تطرح عدة أمور، منها تطبيق المؤتمر الذي عقد بباريس عام 2015 حول معالجة الآثار الجانبية للتغير المناخي، وأيضا التحضير لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد أواخر السنة في الإمارات. مؤتمر الأطراف تم خلال الأيام الماضية في ألمانيا مناقشة الملفات الأولى له، واصطدمت بعوائق كثيرة، لذلك استمرت المباحثات في ألمانيا عدة أيام للخروج بتوصيات لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد بعد يعني حوالي شهرين تقريبا في دبي. المسألة الهامة كانت عندما طرح السيد بوريل بشكل واضح وعلني أن يعني سياسة القطب الواحد، أي الهيمنة الأمريكية على العالم، بدأت بالاندثار يعني انتهاء دورها، وأن يعني العالم الآن يتوجه إلى قوة متعددة الأطراف وليست يعني القطب الواحد، وهذا ما كانت تنادي به دائما روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا وكثير من دول العالم الثالث، أن سياسة الاستفراد الأمريكي بمقررات ومقدرات العالم غير عادلة وغير شرعية، ويجب أن يكون هناك يعني وضع متعدد الأطراف يسمح بتمرير الجوانب الاقتصادية والسياسية الأكثر عدالة في العالم. على ذكر الصين وروسيا، هناك غياب لزعماء الدول الأبرز لمجلس الأمن، هم أعضاء دائمون، نتحدث عن غياب لفرنسا، الصين وروسيا. هل ممكن لهذا الغياب أن يؤثر على سير أعمال هذه القمة، أم كما ذكر أنطونيو غوتيريش أن وجود ممثلين لهم كافي لسير هذه أعمال هذه القمة؟ يعني الحضور الرسمي من الصف الأول يعني صعيد رؤساء الدول أو رؤساء الوزارات طبعا يكون له تأثير ويكون له يعني حضور، ولكن هذا لا يمنع إذا كانت تمثيل هذه الدول عبر وزير خارجية أن المناقشات ستكون عديمة الجدوى، لأن وزير الخارجية يأتي ضمن سياسة كلفته بها بلده لتنفيذها ولتقديمها وللمفاوضات والنقاش حولها واتخاذ القرارات. إذن هو حضور الرئيس الصيني أو الهندي أو الروسي أو الفرنسي هو يعطي زخم يعني معنوي لأي اجتماع بفعل وجودهم، أما على صعيد المقررات فأنا أعتقد
أن ممثلي هذه الدول سواء كان وزراء خارجي أو غيره يستطيعوا اتخاذ القرارات المناسبة لما يخدم السياسة الدولية في خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك. أيضا هناك يعني ملفات كثيرة وشائكة سيتم طرحها في هذه الدورة بالتحديد، ومن ضمنها بالتأكيد الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا. هل سيكون هناك جديد يقدمه المجتمع الدولي أو دبلوماسية، نتحدث على دبلوماسية أو تفاوض بشأن يعني هذه الحرب في هذا التجمع الدولي؟ أنا أعتقد أن هناك العديد من الدول الأوروبية بدأت تشعر بأن سياسة الحرب في أوكرانيا غير مجدية، ولا بد من وجود يعني حل سياسي ودبلوماسي عبر التفاوض بين أوكرانيا ومن خلفها بالطبع وروسيا. وأنا يعني اللي بشوف إنه انعكاسات هذه الحرب على الاتحاد الأوروبي تحديدا كانت كارثية بكل معنى الكلمة، خاصة على الصعيد الاقتصادي. كان هناك يعني خطوات كبيرة للاتحاد الأوروبي اقتصاديا للتنافس الدولي قد بدأت تتجه بالشكل الصحيح، أتت الحرب في أوكرانيا وطبعا قبلها أزمة الكورونا دون أدنى شك، ولكن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي، وهذا ما بدأ يستشعره القادة الأوروبيين، وبدأوا يعني يحكوا بشكل يعني ولو غير مباشر وبعضهم مباشر عن يعني ضرورة إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، لأنه من المعروف وكما قلنا دائما أن الحرب في أوكرانيا لن تكون عبر الحسم العسكري. لا روسيا حتقدر تحسم المعركة عسكريا، ولا حلف الناتو يعني الذي يقف خلف أوكرانيا يقدر على حسم المعركة عسكريا. إذن عندما لا يكون هناك إمكانية للحسم العسكري في هذه المعركة، فمن المفروض لتقليل الخسائر، خسائر الشعب في أوكرانيا وخسائر العالم الاقتصادي، من المفروض أن يتم التوجه للحلول السياسية والدبلوماسية، وهذا ما أعتقد أنه سيتم في المرحلة المقبلة.